الرجل هذا التمسنا فيه أشياء غريبة لم نراها ولم نسمع بها في قصص بصراحة حتى ولا في تاريخ. شاب صادق أمين، يحب الدراسة، يحب الأصدقاء، قلبه صافي، شخصيته طيب وحنين، وأنا وياه قصدي عليه روس بعض. عنداش القصة ولا التعامل يعني حتى حديث معه ما يطولش، قصدي يعني ممكن نسيبه 8 سنوات ما نقعد واش بايت البيت كلمه.